احنا بنعمل تحديات في رمضان. كنت اكسب 100 جنيه؟ كل سنة وانتو طيبين ورمضان كريم. نازلين نعمل تحدي مختلف مع الناس النهاردة. هنخليهم يتصلوا بأهلهم ويقولهم ان هم مش هيصوموا رمضان السنة دي ويحاولوا ان هم يقنعوهم. عايزين نشوف رد الاهالي ايه؟ وانا اول واحدة هعمل التحدي ده. هات التليفون يا ابني. مين هتصل بمين؟ بقولك ايه يا امي؟ انا يعني في فكرة كده، انا مش هصوم رمضان اللي جاي خالص. كنا بنلعب الشاي. بتلعبوا مايسر في الشغل؟ بنلعب ماي. احنا قبل ما نلعب اتفقنا ان اللي هيتحكم عليه هينفذ الحكم وحلفنا. حول الله، بتعبطوا ولا ايه؟ فجي الحكم عليا وكلهم حكموا عليا ان انا افطر رمضان ده. بس اهم حاجه ما تقوليش لبابا. نصوم النص يا اختي جميله يا اختي. طيب انا واقف وسط اصحابي. ولا انت عايزان اخسر يعني؟ اخسر في الستين ده ترضي صحابك ترضي بربنا ولا؟ طب لحد الظهر ايه رايك؟ اخت قمر، لا ما تصومش خالص لحد الظهر. بتعلم الصيام ولا؟ طب ما انا بقول كده مش هصوم خالص. روح امك. يلا يلا. ممكن اللي انا اصوم لغايه الظهر كده. نانا جامد بيجي على نفسك. طب عايز اقول لك على حاجه. انا مش هصوم رمضان السنه دي. لا عادي يعني. انت معترض ولا ايه؟ مين اللي تعبان؟ انا مش هلعب من الجيش. مين معاك؟ بعد ده كله تقول لي مين معاك؟ انت عاوز ايه يعني؟ انا اعمل لك فطار يعني؟ اعمل لك فطار في رمضان؟ طيب بص، انت ايه كده؟ انسان عار علينا وبعد عننا وما تعيش معنا احسن. هما شوية بطاطس وشوية فول بعد الفطار بعد الدور علشان انزل الشغل واجي لكم. انت كده واحد ما عندكش دين خلاص. دين؟ استغفر الله. ما عندكش دين. الله يسامحك يا ماما. الله يعزم. ما عندك دين. طب بقول لك ايه؟ وضع عندنا ولد ومات وخلاص. عندكم ولد ومات عشان ما صمتش في رمضان؟ يا الهي الا الله، تخوفتيني منك يا ماما. عايز ايه؟ انا رمضان ده مش هصوم. ليه؟ بيتي يهودي يعني؟ لا اصل مش عايز. وايه اللي مش هصوم؟ انت متخلف يلا؟ علي انت ازاي يا علي تتران على حاجه زي كده يا ابني؟ حرام. مش رهان، احنا حلفت. قلبك عامر بالايمان. لا ما تحلفش، اليمين باطل. ما انا خليت واحد صاحي برضه ما يصومش. انت مالناش داعي، يبقى انت حرام بترتكب جريمه. انت بترتكب. انت بتلعبوا في ايوه بترتكب جريمه. يوم ده شهر يعني ايه؟ خليت صاحبي ما اعظم شهر في السنه بحاله. ما هو مش كده الصلاه اللي انتوا ماشي خلاص. هسوق 15 يوم. لا حرام ولا يوم، اقسم بالله ولا يوم. انت عايز تشتي مصر وانا ما دماغي في الضعف. ليه يا راجل؟ ما اعرفش حبيبي. اتصل بابا وقول له اصوم ربع او اصوم ربع او نصه، بس يعني مش هصومه كله. احنا بنتكلم على شهر رمضان وانا مش عايز اغلط. ها اعمل ايه؟ طيب هو القرار جه في دماغي وخلاص. ماشي ليه؟ اوكي يعني اوكي احسن.